شبكة الراصدين المحليين بتعز أقامت مؤتمرا صحفيا لإعلان التقرير الثاني حول النساء والحرب وما تتعرض له المرأة استهدافا وتهجيرا ومضايقة. مستشفى الروضة ضحايا النساء جراء قصف جماعة الحوثي وقوة صالح، عدد القتلى 85 قتيلة، عدد الجرحى 296. مستشفى الثورة عدد الجرحى 191، مستشفى الجمهوري 75 جريحة، مستشفى خليفة 8 قتلى وجرحى 4 جرحى، مستشفى كرامة 10 جريحات، المظفر 67 جريحة، مستشفى البريهي 26 جريحة، المصراخ والمعافر 4 قتيلات و6 جريحات، إجمالي القتيلات 97 وإجمالي الجريحات 675. أما ضحايا الألغام إجمالي القتيلات 8 وإجمالي الجرحى 14. الإجمالي العام لضحايا القصف العشوائي من قبل الحوثي وجماعة صالح 105 عدد القتيلات. أما بالنسبة للإجمالي العام 689 لعدد ضحايا الجرحى للنساء، والإجمالي العام للضحايا ككل 794. يغطي التقرير من 1 يناير 2016 ميلادية إلى 20 نوفمبر 2016 ميلادية، ويظهر أن هناك 13325 امرأة تم تهجيرهم في 14 مديرية، وأن 823 امرأة سقطت بين قتيل وجريح، منهن 794 قتلت وأصيبت بسبب القصف والقنص والألغاب من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. مقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، خصوصا المتعلقة بما تتعرض له النساء والفتيات كمدنيات. دعوة جماعة الحوثي وقوات صالح بإيقاف عملية التهجير القسري وما رافقها من اعتداءات على النساء وفرض بيئة غير آمنة في مديريات الريف وفي المدينة. قيام الحكومة اليمنية بتوفير وسائل الحماية الممكنة للنساء في الحرب وتحسين مستوى الخدمات الصحية والأمنية. المرأة في تعز أكثر الفئات تضرراً، فقد استهدفت في حقها بالعيش والسلامة الجسدية وحقها بالمسكن الآمن هي وأطفالها، وهي من تتحمل صعوبة النزوح وتدبير شؤون أسرتها، وهي لم تحمل يوماً سلاحاً ولم تختر أن تتواجد في مكان المعركة. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.